على مدار تاريخها لعبت قناة السويس دوراً هاماً في تطور صناعة النقل البحري، وبالرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، تواصل قناة السويس دورها الحيوي باعتبارها الممر الملاحي الرئيسي لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب. من مقر مارينا المرشدين تبدأ إجراءات التطهير والتعقيم للمتعاملين بصورة مباشرة مع السفن العابرة، ومن هناك أيضاً تنطلق رحلة عبور المرشدين في القناة استعداداً للصعود على متن السفينة وإرشادها. وانطلاقاً من كونها الاختيار الأول، عبرت قناة السويس السفينة HMM الجسيرس، أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، في رحلتها القادمة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا. وقد حرص الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على تفقد حركة الملاحة بالقناة ومتابعة عبور السفينة العملاقة بسلامة وأمان، وتوجيه الشكر للعاملين على إنجاح هذا العبور ومقدمي الخدمات المعاونة وكذلك قوات تأمين المجرى الملاحي. سعيد كمان احنا موجودين النهارده بمناسبه مرور اكبر واحدث سفينه حاويات تمر في هيئه قناه السويس لاول مره بعد تدشينها في كوريا الجنوبيه في شهر ابريل الماضي، ويعتبر ليها اول مرور ليها واول تحرك ليها من ترسانه كوريا، عدت على 3 مواني صينيه، النهارده هي بتمر عندنا في هيئه قناه السويس وبعد كده على نوتردام. المناسبة دي بالنسبة لي بتمثل هي دي فرحة العيد بالنسبة لي، اللي بعدنا النهارده أحدث وأكبر مركب بتعدي، مركب 234,000 طن حاوية، 234,000 طن شايلة 23,900 حاوية عليها، مركب طولها 400 متر وعرضها 61 متر وقصها 14.6 متر. لولا قناة السويس الجديدة ما كانش مركب بهذا الحجم كان ممكن تمر في قناة السويس. القرار السياسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نعمل هيئه قناه السويس جديده ونصل لعمق 66 قدم ويبقى عندنا قناتين مش قناه واحده، هو اللي وصل لنا الثقه اللي موجوده من التوكيلات العالميه ان مركب زي دي بالحجم ده واول مره تعدي في قناه السويس مأمور في قناه السويس الجديده اللي جايه. فاحنا بنعتبر ان اللي بيحصل ده النهارده رساله للعالم ورساله للتوكيلات ان الثقه موجوده في هيئه قناه السويس، الثقة موجودة في رجالة هيئة قناة السويس وفي المرشدين الأكفاء الموجودين على السفن واللي بيديروا الحركة بأفضل وسائل علمية موجودة. نشكرهم، أنا من هنا برضه في مكان جاي بحب أشكر كل العاملين في هيئة قناة السويس والمرشدين بالذات.